يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده مشاهدينا يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، و17 من ربيع الاول 1441. النهارده مشاهدينا يوم الخميس، ودايما بنعمل يوم مفتوح ليكم، وهنتكلم النهارده عن الابراج. كل سنه وهم طيبين، مواليد شهر 11 وخصوصا برج العقرب. هنتكلم النهارده عن برج العقرب، صفاته، مميزاته، عيوبه. هنتكلم عن كل حاجة خاصة ببرج العقرب. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا مع خبيرة الأبراج نجوليتا حافظ. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم وصباح الصحة والجمال، وبنتكلم النهاردة عن برج العقرب. كل سنة وهم طيبين. طبعا هنتكلم عن برج العقرب بقى، صفاته ومميزاته عيوبه. طبعا كل الناس بتخاف من برج العقرب، مش عارفة ليه، على انه هل هو فعلا ما بيسيبش حقه، بينتقم لو اي حد زعله، لكن اي حد تاني على ما اعتقد لا، هو عطوف جدا، مسامح، بيحب شغله. تعالوا نعرف اكتر واكتر عن برج العذراء مع خبيرة الابراج نجوليتا حافظ. صباح الخير يا نجوليتا، واهلا بيك. صباح الخير، ازيك يا شيرين، وكل سنه وهم طيبين. مواليد برج العقرب، لتواريخ ميلاده من 21/10 ل 21/11. كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم طيبين، وسنه سعيده عليهم يا رب. يا رب. انا قلت احنا بنسمع بقى عن برج العقرب، كل الابراج الثانيه بتخاف منه، ما اعرفش ليه. نعرف بقى صفات برج العقرب ايه؟ اولا البرج، الكوكب المتحكم في برج العقرب هو بلوتو. ده بيدل على الغموض، السريه التامه، العنف، المواجهه، الاندفاع، الوفاء، بيدل على الحاجة والعكس. فعشان كده بنقول ليه برج العقرب كتير بيخافوا منه. برج العقرب على قد الحاجة والنقيض، على قد ما هو وفي جدا جدا للأصدقاء، على قد لما حد يندل معاه أو يقلب معاه بيشوف الوش التاني للعقرب. بس المشكلة إن مقاييس برج العقرب في إن الشخص ده وحش هو اللي بيحطها لنفسه. مش المشكلة انها ممكن تكون قوانين الحياة، لا، القوانين هو اللي بيحطها، وهو اللي بيكون القاضي والجلاد في نفس الوقت. فبالتالي احنا بنخاف منه. ليه؟ لما يكون حد بيحط القواعد من نفسه عشان ماشي بالعاطفة بتاعته، فبالتالي الاحكام والاصدار هتيجي من عنده، فهو بقى هيحكم على حسب ما هو عايز، مش على حسب الحق، على حسب الطرف التاني بيبقى شكل ايه. لا، هو ما بيحطش نفسه وصاد مكان الطرف الثاني، بيحط نفسه هو نفسه وخلاص. بس يا نجليتا، يعني في مميزات كتيره جدا، يعني تلاحظي لما يصاحب حد بيبقى وافي جدا لاصدقائه واصحابه. أيوة، جدا جدا، وبيحبهم وبيغير عليهم قوي قوي. هو وافي جدا، مش متسامح، نقول ايه، هو بيسامح بس مش بينسى. شخصيه معطائيه، بيحب يساعد الناس اللي حواليه، حتى لو الناس كانوا أعداؤه بيحب يساعدهم. بس لما بيكون وصل لدرجة ان مشكلة برج العقرب ان هو بيبقى على طول حاسس ان هو انا بدي مستني المقابل. وكلنا على فكرة، مش بس العقرب، بس هو العقرب اكتر واحد يبقى مستني المقابل. هو ممكن يكون المقابل مش حاجة مادية، ممكن يكون المقابل حاجة معنوية، حاجة تقديرية. بيحب على طول كلمات التشجيع، بيحب على طول نثبت له لا احنا موجودين معاك، واحنا بنحبك، وانت شاطر، وانت صح. الحاجات دي كلها هو ده اللي عايزه برج العقرب من الناس اللي حواليه. طيب. طبعا كتير ملهوش طولة بال قوي. عشان يدادي في برج العقرب ويطبطب عليه ويقول له انت شاطر، انت حلو، انت انت انت، فممكن احنا نتلاها شويه،
في حته التلاهي شويه عن برج العقرب، بيقول العقرب اه الشخص ده اتقلب عليا، الشخص ده بقى شرير، الشخص ده بقى كذا كذا، فهو بقى يقعد بالهواجس بتاعته يرسم حاجات في الخيال ممكن تكون غلط، وعلى الاساس بتاعها بيبدا في الانتقام. طيب احنا ما شاء الله التليفونات معانا، هناخد سحر وبعد كده بقى نشوف عيوب برج العقرب. صباح الخير استاذه سحر من المنوفيه، اهلا بيكي. صباح النور، ممكن اتواصل مع دكتوره خبيره الابراج؟ اه انا استاذه نبيلة معاكي، اتفضلي. حضرتك يا دكتوره، انا مواليد 4/6، جوزي 4/6 سنه 85. 4/6 اه جوزان، وانا 16/7 سنه 94. ممكن اقول برضك على عيالي ولا؟ اه اتفضلي يا حبيبتي. ابني 26/8 وبنتي 29/1، فعايزين يعني نشوف يعني السنه دي ايه يعني ماشي معانا ازاي. طيب اوكي يا استاذه سحر ميرسي، نجوليتا هترد على حضرتك. هم عاملين زي الفريق على فكره. في 26/8 الولد ده تبعك يا سحر، بيحب يتكلم معاك وقريب منك جدا. 26/1 دي ممكن نقول قريبه شويه من باباها، فانتوا الحمد لله عاملين مناصفه حد كده وحد كده. بحب الاسره على فكره اللي بيبقى فيها الاطراف الاطفال او الابناء متقسمين شويه هنا وهنا، عشان لو كلهم الابراج بتبقى متوافقه مع الاب هتلاقي الام يعني على طول حاسه انها بالاضطهاد، او لو بالاب تحس على طول سايب البيت وماشي. فانتوا التوافق بينكم كلكم في المتوسط حلو جدا، بس المشكله بس ان انت والجوزاء جوزك هو ده اللي ممكن يكون عنده مشكله، ان كنتوا مش عارفين تتفاهموا. هو ممكن يكون في علاقه عاطفيه حلوه جدا بس المشكله في التفاهم، وخاصه ان برج الجوزاء الفتره دي الحاله النفسيه بتاعته مش حلوه، فحاولي تصبري عليه شويه يا سحر. طيب معانا مين؟ في حد معانا برضو؟ ام محمد من الجيزه، اهلا بيكي يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام، اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير يا حبيبتي. انا 19/7. اه 19/7. 19/7. وابني الكبير 12/12. وابني الكبير 12/12، وابني الصغير 3/6. 3/6. وحضرتك 19/7. الاثنين تعبينك يا ام محمد. نعم. الاثنين تعبينك. انا تعبانه اصلا في حياتي انا وولادي فعلا. طب باباهم فين؟ بابا متوفى. بقاء لله. الله يخليك. الله يكون في عونك يا ام محمد، ربنا يديك الصحه يا رب. تابعينا يا ام محمد، هي 19/7 وابنها الكبير 12/12 وابنها الصغير 3/6. اولا هي ام محمد برج السرطان. البرج بيبقى عنده تحكمات شديده جوه البيت، عنده الصح صح والغلط غلط، عنده 1+1=2. فمعاها ابنها القوس 12 وعندها ابنها 3/6 الجوزاء، فهم افكارهم على طول لازم تبقى غريبه عن المجتمع، لازم يكون وخاصه في سن المراهقه، وهي ام السرطان ما بتحبش غير الالتزام والناس كلها يعني ابنها لازم يسمعوا كلامها، فعشان كده بيبقى في صعب في التعامل مع القوس والجوزاء، وهم الاثنين ممكن بيعملوا رباطيه عليها على فكره. فالقوس بس القوس والسرطان كويسين يا نجوليتا مع بعض في علاقه عاطفيه يعني. بس في العلاقه يعني هم حب يعني. القوس ابنها ده بيحبها جدا بس ما فيش توافق فكري، في حاجه اسمها توافق عاطفي، في حاجه اسمها توافق فكري. التوافق الفكري مش موجود بين السرطان والقوس، بس موجود توافق عاطفي، يعني ممكن تلاقي شويه 12/12 ابنك ده بيحن عليك اكتر من 3/6، بس هو ده اللي يبقى الفرق. لكن كده كده الاختلافات ما بينهم، هم ادي لهم مساحه من الحريه ومحمد عشان يقدروا يتحركوا فيها هم الاثنين. طيب احنا معانا ام عبد الله، ام عبد الرحمن. صباح الخير يا ام عبد الرحمن، اهلا بيكي. عليكم السلام. ممكن اعرف برضو برج جوزي؟ اتفضلي يا حبيبتي. انا 5/9 وجوزي 16/12. طيب عايزه التوافق بينهم ايه؟ التوافق بيننا والتعامل وكده. في مشاكل بينكم الفتره دي كتير يا ام عبد الرحمن صح؟ ام عبد الرحمن. ايوه. في مشاكل بينكم كتير الايام دي. ايوه حضرتك. طيب يا ام عبد الرحمن ربنا ما يجيب مشاكل ابدا، نشوف بقى 5/9 و16/12 اولا هي برج السنه بقى كل سنه وانت طيبه. اولا خلاص السنه خلصت، برج يعني. العذراء هي وهو برج القوس العلاقه العاطفيه بينهم بتبقى صعبه شويه، خاصه على ست العذراء. العذراء والقوس بيبقى صعب العلاقه بينهم.
شخصيه مثاليه زياده عن اللزوم، والقوس بيحب الحياه تبقى تلقائيه كتير وهي ما بتحبش التلقائيه، فبالتالي بيحصل ضربات بينهم، خاصه ان القوس السنه دي كانت سنه صعبه جدا عليه، وخاصه في العلاقه العاطفيه او العلاقه الزوجيه، ومعظمهم كانوا عايزين ينفصلوا من العلاقه اللي هم موجودين فيها. عشان كده كنت بنصح ميت برج القوس طول الحلقات اللي فاتت ان ليكوا انفصال الفتره دي، فلو عدت سنه 2019 من غير انفصال العلاقه بعد كده هتكمل على طول، سواء كانت قرايه فاتحه، خطوبه، جواز، علاقه عاطفيه. هي بس 2019 بس تزق كده وتعدي دي وربنا يسهل، لان هي يعني بس. فانت صبوره يا ام عبد الرحمن وكملي صبرك ومتحمله المسؤوليه، ويعني انت ما تتوقعيش ان هو هيتغير، هو شخصيته هتبقى كده مش هيتغير، بس انت زي ما تقول سيسي زي الاطفال. طيب معانا حد عايز يعرف السرطان والميزان التوافق بينهم، والحمل والحمل التوافق بينهم. السرطان والميزان الاثنين فاهمين بعض لازم، لكن مش عارفين يتعاملوا باللي هم فاهمينه عن بعض. السرطان والميزان بيفهموا بعض كويس جدا، لكن ما بيعرفوش يتعاملوا بالداتا اللي واصله لهم من كل واحد للتاني. ليه نجوليتا بقى ما بيعرفوش يتعاملوا؟ هي كده في اوراق كده سبحان الله. ما ربنا لازم يخلي فيه اختلافات، في برج هتتوافقي معاه على طول فكريا، في برج هتتوافقي معاه عاطفيا مش فكريا، في برج هتتوافقي معاه الاثنين، في برج هتبقي فاهماه لكن مش هتبقي عارفه تتعاملي مع اللي انت فهمتيه. طيب السرطان والميزان ناري مائي ولا لا السرطان يعتبر مائي والميزان هوائي. السرطان طبعا معروف مائي، هدوء السكون، بيحب الامان، بيحب التشجيع. الميزان معروف ان هو متغير المود كتير، فالسرطان يا عيني ما بيحبش تغيير المود او تغيير المزاجيه اللي بتبقى عند الميزان، فبيحصل الضربات بينهم هما الاثنين. طيب الحمل والحمل، هل في فعلا الابراج بتتوافق مع بعضها زي الحمل والحمل مثلا؟ هو الابراج في ابراج معينه بتتوافق مع بعضها شبه بعض، وفي ابراج لا. الحمل والحمل ممكن يتوافقوا مع بعض في حاله واحده، هما بيحبوا بعض جدا وفاهمين بعض حلو، بس حته السيطره والعند، كل واحد بيبقى عايز يسيطر، كل واحد لما بيجي حته العند كل واحد بيحس ان افكاره هي اللي صح. حتى لما تلاقي توأم تلاقيهم عناديين قوي مع بعض عشان متشابهين في كل حاجه. ايوه فلازم حد يتنازل، لازم حد يضحي ويعدي المرحله لما يوقفوا عند حته عند. فلازم الاثنين يضحوا، لازم الاثنين يتنازلوا عشان المرحله تعدي، بس هم بيحبوا بعض جدا. طب الراجل ولا الست في وجهه نظرك لما يكون الابراج متشابهه؟ لا ده على حسب الضعف، مين بيحب الثاني اكتر؟ يعني الست مش هتتنازل شويه ولا؟ لا ممكن يكون الراجل بيتنازل، بس ايه رايك في الابراج اللي شبه بعض؟ الراجل بيبقى ضعيف قصاد الست اللي شبه برجه، يعني عقرب مع عقرب، حمل مع حمل، مين تاني؟ عذراء مع عذراء. في ابراج شبه بعضها جوزاء مع جوزاء، دول الابراج اللي ما يعرفوش يتوافقوا مع بعض، التوافق بتاعهم بيبقى صعب شويه الا اذا كان في حد من الاطراف متنازل. طيب هناخد تليفونين معانا وبعد كده عايزين نعرف بقى العقرب بقى، يعني نتكلم على العقرب شويه. صباح الخير استاذه سناء، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لو سمحت ممكن اتواصل مع خبير؟ اتفضلي. اتفضلي. نجوليتا. السلام عليكم. عايزه جوزي 9/7. 9/7. 9/7 وانا 19/3. 19/3 وابني 15/3. 15/3 وبنتي 13/12. 13/12 دي بقى الايه؟ عندي بنت تانية في شهر 9 بس بصراحة نسيت كام. 9؟ نسيت في شهر 9 بس. طيب ميرسي جدا يا استاذه سناء. معانا الاستاذه كريمه، صباح الخير، اهلا بحضرتك. صباح الخير عليكم. اهلا بيكي. الو صباح الخير. صباح النور. النور، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي. اتفضلي قولي سؤالك. استاذه كريمه. اي حبيبتي، انا 7/4. انا 7/4، بنتي 1/12 وابني 1/12، يعني البنت ما فيش شغل خالص، بس عايز اشوف الدنيا واقفه ازاي ليه كده. عندها كام سنه يا استاذه كريمه؟ 23. 23. كانت في شغل ولا لسه ما اشتغلتش؟ لا هي كانت في شغل ومشيت، وكل ما تروح انترفيوهات يعني مش بتتوفق. الكلام ده سنه 2019 صح؟ 2019. ان شاء الله ربنا يوفقها. انا لسه قايله 2019 القوس كانت صعبه. وابنها 1/12. ابني 1/12. على فكره عنده نفس المشاكل قريبه من بنتك صح؟ هو بس ايه عارفه قاعد لوحده كده ما بيتكلمش حد. برضه خلال 2019 الكلام ده صح؟ عنده كام سنه يا استاذه كريمه برضه؟ عنده كام سنه؟ فيعني ربنا ان شاء الله ييسر. وفي بقى واحده بعيده خالص عننا 5/2. طيب اوكي ماشي يا استاذه كريمه، ميرسي يا حبيبتي، شكرا. نشوف الاستاذه سناء. سناء 7.
لا سناء جوزها 9/7 وهي 19/3 الحوت. هي الحوت هو السرطان، هما الابراجم حلوه جدا مع بعض ما شاء الله، بس السرطان الفتره دي ممكن نقول في حاله تعب نفسي، مش طايق حد يكلمه، عايز يبقى فوزلة شويه، فمعلش يا مدام سناء استحملي شويه. اما بقى بنتك او ابنك 15/3 ده متوافق معاكي، متوافق مع جوزك. اما 13/12 ده ممكن يكون السبيشال الشاذ عن القاعده، برج القوس، برج ناري، فهو ده اللي هيبقى افكاره غريبه شويه، بس بيبقى هو المود الحلو بتاع العيله، وهو الفاكهه الحلوه هو اللي بيخليهم يضحكوا. ف 13/12 هو ده اللي ممكن يكون تعبك كتير يا مدام سناء، وبيحب بابا جدا، يعني بابا هو اللي ممكن متحكم فيه في التربيه بتاعته، لو انت عايزه توصلي معلومه معينه ل 13/12. طيب الاستاذه كريمه. استاذه كريمه 7/4 برج الحمل. برج الحمل واولادها برج القوس، انا لسه من شويه مدام كريمه قايله برج القوس سنه 2019 كانت سنه صعبه، فموضوع ان بنتك ما اشتغلتش وراحت انترفيو كتير ده مظبوط، كان في ضربات في العمل كتير لبرج القوس، ضربات في العلاقات العاطفيه، ضربات في العلاقات الاجتماعيه، كان في ضربات في علاقات كتير عند برج القوس، فدي لكله مش سبيشال لبنتك، عشان خاطر ما تبقيش حاطه ان في مشكله معينه عند بنتك، لا ده كل مواليد برج القوس، بدليل ان ابنك برده كان عنده نفس المشكله، منعزل عن الحياه. دي فتره معينه بس ان شاء الله تنتهي في 2019 بالحاجه الوحشه اللي فيها ان شاء الله، وتبدا 2020 تكون في حاجه حلوه ان شاء الله لبرج القوس في 2020. طيب هي كانت عايزه تعرف برضو 5/2. 5/2 برج الدلو. برج الدلو هي العلاقه بينها وبين برج الدلو علاقه صداقه، هي حمل مدام كريمه وهي دلو، فالعلاقه بينهم صداقه حلوه جدا، هما الاثنين بيتكلموا بيقولوا اسرار لبعض، فالعلاقه بينهم ما شاء الله كويسه جدا. يعني كده نقول في تفاؤل وامل ان شاء الله في 2020. انا يعني بقول يا جماعه كده بقى هي الصراحه مش عايزين نحسب، انا لسه كنا بنقول لك بنقول جوه ايه، بنقول مش لازم نحسبها بالسنه، احنا تحت الهوا انت بتقولي لي فعلا انا عمري ما بحسبها بالسنه دي كئيبه، انا ما بحسبهاش بالسنه، السنه كئيبه ولا الاسبوع ده وحش ولا الشهر، انا بحسب اللحظه اللي احنا عايشين فيها. ليه؟ اللحظه اللي جايه احنا مش ضامنينها، لكن عيش اللحظه، هنروح نجيب يعني الضغط انك تجيبي سنه كامله ايه اللي حصل فيها، انسي اللحظه اللي عدت، انسوها يا جماعه مجموعه، وعيشوا اللحظه اللي انتوا فيها، مش هتبقوا ماشيين بثقل كتير. والله انا ماشيه بمبدئك، انا عمري ما قلت يعني طول عمري بصحى بقول الحمد لله والدنيا ربيع والجو بدي، يعني اول ما بقول كده لازم في حاجه تحصل. انت بتقولي لمين؟ حد بيكسر الاستوديو من شويه؟ لا لا انت لما بتقولي لمين؟ لنفسي يعني. انا ما بقولش لحد، بحاول اقول لنفسي بس لازم حاجه تحصل، بحسد نفسي. مادام ما بتقوليش لحد يبقى انت بتحسدي نفسك عادي، ما مش بيقولوا ما يحسد المال الا اصحابه. صح صح يعني. وحوادث وكوارث وكذا مره اقول لها مش هقول تاني، لا لازم لازم ما تقوليش جوه نفسك، قولي على طول لا لازم لازم تريني. عارفه الحاجات بتاعت الحسد ده عشان كلنا بنحسد نفسنا، لما بيجينا لحظه فعلا بنبقى مثلا مضغوطين كتير ضغط كبير، لا يعني الواحد بيدي لنفسه تفاؤل وامل والله، لا وفعلا ما تريحيش قوي في التفاؤل. الجو اليومين دول انت حاسه فعلا ان بيرجعك للحنين للماضي لايام زمان طفولتك. ايوه يعني دي حقيقه يعني صح فعلا. ايوه ال 12 برج ولا معظم الابراج بقى كده؟ لا لا كل الابراج ال 12 برج متاثرين الفتره دي بحاله الحنين للماضي والذكريات. وكلنا رومانسيين الفتره دي، كلنا هاديين وكلنا عايزين الاعمال الخيريه والانسانيه كتير وحساسين جدا. كل الابراج عندهم الحاله دي يا جماعه، بس مش معنى الحاله دي ان هي ترجعنا لورا وذكريات ورا، انا ما بحبش حد يرجع لورا، ونقفل على نفسنا بقى ونقعد. وخاصه برج القوس اكتر برج، العقرب والحوت والسرطان، عقرب والحوت والسرطان والقوس دول اكتر ابراج الفتره دي يعتبر او السنه دي 2019 كانوا متاثرين بالذكريات والماضي، فعشان كده انا ما بحبش ترجعوا لورا، امشوا لقدام، مستقبل بايدين ربنا وكل لحظه حلوه هي اللي هتبقى جايه. طيب احنا عندنا بقى عايزين نعرف التوافق بين الاسد والميزان في الكنترول روم، عايزين يعرفوا الاسد والميزان، بس اهم حاجه البنت والولد مين؟ طيب في بنت وولد ولا الولد اسد والبنت الميزان؟ اولا اللي هيبقى تعبان في العلاقه ده الاسد الولد، عشان معروف ان الاسد بيحب على طول يراعي مشاعر الناس اللي حواليه. الميزان لو يعني لو حد اهتم بالميزان زياده عن اللزوم فالميزان بيبقى حاسس ان هو ده حق مكتسب ليه، فبالتالي بيسيطر الميزان سيطره كبيره على الاسد. الاسد بعد فتره معينه بيقول لا انا ما بحبش السيطره بتاعت الميزان الكبيره دي، لا لازم ايه انفصل. فاهم حاجه الميزان هو اللي يهدى شويه على الاسد، والاسد ما تبقاش طيب قوي مع الميزان. والعكس لو العكس برضو
بنت الولد يعني لو البنت العكس. الاسد اه لو البنت والولد الميزان لا يبقى بنوته الاسد هي اللي هتبقى تعبانه مع الميزان عشان البنوته الاسد عاطفيه شويه عن رجل الاسد فهي ممكن تكون تعبانه شويه في العلاقه عشان خاطر الميزان على طول متردد ما عندهوش ماسكه معينه الاسد ممكن يكون بيتدلع كتير على الميزان ما بيحبش الدلع فممكن يحصل ضربات بس العلاقه دي بتبقى احسن بكتير من العلاقه بتاعت الرجل الاسد بتقعد فتره طويله رجل الاسد وبنت الميزان بيقعدوا فتره طويله بس بيحصل انفصال لكن لو ما البنت تبقى اسد والولد الميزان الضربات بتبان من الاول فبيحصل الانفصال. طيب عايزين بقى نرجع لبرج العقرب عايزين نعرف ايه بقى الابراج المتوافقه مع برج العقرب يعني هل في ابراج كده معينه بيحن لها بيحبها بيتفاهم معاها وبرج الحوت وبرج السرطان وبرج العذراء والثور والجدي دول الابراج اللي بيحبهم العقرب من العقرب ما يتوافقوش مع بعض عشان هما الاثنين بيكونوا كاشفين لاسرار بعض هما الاثنين بيكونوا مسيطرين فبيردوش ان كل واحد فيهم يتحكم في الثاني برج العقرب اكتر ناس بيحبوه بيطمن معهم الحوت والسرطان عشان الابراج المائيه بتبقى مولوده باحساس عدم الامان فهم بيوصلوا الامان لبعض والعقرب مائي ايوه مائي برج مائي والسرطان مائي والحوت مائي فبيوصلوا الامان لبعض بيوصلوا التشجيعات لبعض عشان كده تحسيهم في اي مكان كده العقرب والابراج المائيه تحسيهم واخدين على جنب يشجعوا بعض ويدوا تفاؤل لبعض ويدوا طاقات لبعض لكن الابراج الترابيه بالنسبه لهم ابراج صداقه رقم واحد يعني العقرب بيحب يتكلم مع العذراء بيحب يتكلم مع الجدي اكتر اتنين بيحب يتكلم عن اسراره مع العذراء والجدي بيحب يقول اسراره للعقرب فبالتالي بيحصل انسجام في الصداقه في العلاقات الاجتماعيه مع الابراج الترابيه. طب لو اخوات فعلا عقرب وعذراء تلاقيهم متفاهمين العلاقه تبقى حلوه جدا مع بعض متفاهمين بس العذراء بعد فتره بيحس بخنقه من العقرب. ما هو العذراء ما بيحبش الكلام الكتير يعني دايما بيحب ياخد العناوين لا العقرب بيبقى خنقه بعد فتره للعذراء عشان العقرب بيبقى لما بيحب حد بيبقى عايز يعرف كل تصرفاته وحركاته ايه العذراء ما بيحبش كده بيحب لازم يكون مع نفسه مع نفسه فتره معينه كده مع نفسه ما حدش يبقى مسلط الاضواء عليه فالعقرب ممكن يسلط الضوء عليه حتى لو من بعيد مش لازم يكونوا جنب بعض. نشوف بقى الابراج برضو اللي يعني برج العقرب ما بحبهاش قوي ما بيعرفش يتفاهم معاها قوي. طب احنا لو هنقول برج الجوزاء برج العقرب بيعشق برج الجوزاء والحمل بيعشق برج العقرب فالاثنين دول الحمل والجوزاء في علاقه عاطفيه شديده جدا مع العقرب لكن ما فيش توافق فكري لكن الابراج اللي في الاول في توافق فكري وفي توافق عاطفي دول الابراج اللي هيبقى في عندهم توافق عاطفي فقط الجوزاء انا قلت الجوزاء والحمل وبعد كده رقم ثلاثة الدلو دي العلاقة عاطفية قوية جدا لكن تفاهم فكري مش موجود بيحصل الانفصال. طيب عشان الوقت خلص هنقول بسرعة على الصعيد الشغل بقى المهني بقى برج العقرب ماشي صح في شغله الفتره دي وتعب كتير الفتره اللي فاتت في 2019 في شغله فينتظر مكافاه او ترقيه في عمله ان ما وصلش يعني للموضوع ده فهو يعني ان ما وصلش الفتره دي اللي احنا فيها دي او اللي فاتت هو منتظر دلوقتي ترقيه او مكافاه في عمله ان شاء الله وعنده خطط كتير لمشاريع كتير يعني منفتح جدا في عمله هو دايما عنده حماس وبيحب شغله جدا عشان كده ووفي في شغله قوي برج العقرب كل الاعمال تتناسب مع العقرب كل الاعمال انا يعني بقول من اكثر الابراج اللي كل اعمال تتناسب معاه اما العلاقه العاطفيه فهو عنده ضربات مع العلاقه في العلاقه العاطفيه فانا بنصح العقرب يبعد شويه عن الحبيب عشان يقدر يقيم العلاقه بطريقه واقعيه اكتر. احنا 2019 خلاص خلصت كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه نجوليتا فكل واحد يقعد مع نفسه يفكر بقى يشوف يعني ايه العيوب السنه اللي فاتت ايه الحاجات حساباته ايه اللي عمله ايه اللي ناقص المفروض ما كانش عارف يعمله هيكمله في 2020 طبعا عايزه بس ازود حاجه مواليد برج العقرب الناحيه الصحيه وزنكم زايد كتير فحاولوا ايه تظبطوا الوزن شويه كلنا وزننا زاد في 2019 فيها حاجه غريبه طبعا على فكرة يعني ممكن الحاله النفسيه على فكره بتزود الوزن طبعا مش حكايه اكل ليه عشان ال الحاله النفسيه عايزه نشاط بتاكلي وبتكتئبي لا مش اكل كمان ممكن ما تاكليش وعندك حاله نفسيه فالراحه نفسها بتاعت القعده دي بتزود الوزن طبعا ممكن يكون مش اكل. بشكرك جدا نجوليتا على اللقاء الجميل ده وتليفونات وبشكر كل مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم طبعا نشكر ضيفتنا العزيزه النهارده نجوليتا حافظ خبيره الابراج ما ننساش بقى نقول بسرعه مشاهير برج العقرب الفنان احمد زكي الله يرحمه والفنانه هند رستم احمد حلمي
ومنى زكي واحمد حلمي بس انا زكي. قلت بقى العباقره العباقره العقرب عباقره العقرب فعلا برضه منى زكي واحمد حلمي العباقره الحاليين طبعا طبعا مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت البال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت البال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة